السلام عليكم شباب بنات مشروع وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مشروب واحد بس هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين مناطق الانوثه عند كل البنات وكل السيدات. قبل اي حاجه سواء احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده كل ما نبدا الفيديو. بعض البنات وبعض السيدات احيانا لما بيكونوا ماشيين او ملتزمين او مستمرين على تمارين او وصفات موضوعيه بيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على تسمين وتكبير مناطق الانوثه عندهم. احيانا برضو بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يبحثوا عن عده مشاريب يعني او حتى مشروب واحد بس يكون سهل التحضير بحيث ان هم يوصلوا للنتيجه اللي هم عايزينها في وقت قصير جدا، يعني في خلال 15 يوم او 30 يوم، لان الموضوع ده بيختلف من بنت لبنت او من ست لست. وانا برضو متفق معاكم ان انتوا بصراحه لو عملتوا الثلاث حاجات دول مع بعض هتوصلوا النتيجه اللي انتوا عايزينها في خلال كمان 10 ايام او 15 يوم، يعني مش 15 يوم او 30 يوم. وعلى فكره برضو عشان ما تشنقوش نفسكم تقدروا برضو تعملوا التمارين لوحدها او تقدروا تعملوا الوصفات الموضوعيه لوحدها، وكمان برضو هتقدروا تمشوا على المشروب اللي انا هقول لكم عليه ان شاء الله في فيديو النهارده لوحده. ولكن لو استمرتم او اعتمدتم على حاجه واحده بس من الثلاث حاجات دول هتوصلوا للنتيجه اللي انتم عايزينها، واه اكيد ان شاء الله هتوصلوا، ولكن هيكون بعد فتره طويله، بعد شهر 2 3 4، يعني انتم وحظكم بقى بصراحه. بس لو انتم عملتوا الثلاث حاجات دول مع بعض، بس طبعا مع بعض يعني مش في نفس الوقت، اللي هو وصفات موضوعيه موجوده على قناتي، تمارين موجوده على قناتي، نظام غذائي برضه موجود على قناتي، والمشروب كمان ثلاث حاجات دول او الاربع حاجات دول هيساعدوكم بشكل كبير جدا على انكم توصلوا للنتيجه اللي انتم عايزينها. وانا عارف وبرضه بحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدكم في النقطه دي، وانا عارف ان كل البنات وكل السيدات بيحاولوا على قد ما يقدروا بقدر المستطاع ان هم يعني يبقوا بشيب كويس، يبقى مثلا في تناسق في جسمهم، ما يبقاش حته اكبر من حته، لا يبقى كله في شيب واحد وفي تناسق وفي مثلا بالانس يعني توازن ما بين كل الحته والتانيه سواء اليمين او الشمال. حلو قوي. فانا يعني مش عايزكم تقلقوا خالص وتطمنوا من ناحيه كل حاجه، لان مشكلتكم هتتحل واعتبرها كمان انها اتحلت، لان ان شاء الله هعرض عليكم مشروب الانوثه الكبار اللي هيساعد ويساهم على تكبير مناطق الانوثه عند كل البنات وكل السيدات في خلال 15 يوم او 30 يوم. وان شاء الله برضو انا بوعدكم وبتمنى لكم ان انتوا لو نفذتوا كلامي بالحرف الواحد هتوصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في مده اقل من اللي انا قلت لكم عليها ان شاء الله. ودلوقتي نعرف مع بعض ازاي نعمل المشروب ده، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين لو حبيتوا انكم تجيبوا ورقه وقلم علشان تكتبوا كل حاجه انا بقولها مفيش اي مشكله، وبرضو لو حبيت انكم تعيدوا الفيديو من اول تاني برضو مفيش اي مشكله، في حاجه ترجع لكم انتوا. حلو قوي. بس الاهم من كل ده تركزوا معايا تسمعوني كويس وتنفسوا كلامي بالحرف الواحد. حلو قوي. مبدئيا كده قبل ما اقول لكم على المكونات هتجيبوا شفشق الخلاط قدامكم، وبعد كده ركزوا معايا بقى عشان هقول لكم على المكونات. اول حاجه هتجيبوا كوبايه حليب صويا كبيره بالحجم ده، هتفتوها في الخلاط بالاضافه على كوبايه حليب الصويا، هتجيبوا 5 معالق كبار من الشوفان بالاضافه كمان الى 5 قطع من التمر بالاضافه كمان الى 5 معالق كبار من الزبيب بالاضافه كمان الى قطعه واحده كبيره من الموز بالاضافه كمان الى الحاجه الاخيره 2 معالق صغيرين او معلقه صغيره من عسل النحل. حلو قوي. طبعا المكونات كلها مع بعض في الخلاط، وما تشربوش المشروب ده الا لما تلاقوا الحليب لونه بدا يتغير، يعني هيبقى لونه اوف وايت، لونه بني فاتح او بني غامق شويه، تمام؟ وبرده انا نصحت بنات وسيدات كتيره جدا تبعي انا اعرفهم شخصيا من الصاله الرياضيه او من المتابعين الاونلاين على النت، يعني الحمد لله طبعا كله بفضل ربنا ثم بفضل اللي هم بيعملوه. وبعد كده من الحاجات اللي انا بنصح لهم قدروا ان هم يوصلوا النتيجه اللي هم عايزينها في خلال 10 ايام او 15 يوم، فيا ريت تسمعوا كلامي وتنفسوه بالحرف الواحد. وكمان برضو انصحكم انكم تشربوا المشروب ده 3 مرات في اليوم او 4 مرات في اليوم. طيب دلوقتي يعني 3 أو 4 مرات في اليوم دول منهم مرة واحدة هتشربوه بعد التمرين مباشرة عشان خاطر ان العضلات او مناطق الانوثة عندكم بعد التمرين يعني بتكون شبه الاسفنج، فبتحتاج حاجة انها ايه تنميها تقويها، مثلا تعيد بناء الانسجة اللي اتهدمت في التمرين.
فانا برضو انصحكم ان من ضمن الثلاث مرات في اليوم او الاربع مرات في اليوم في مره منهم انكم هتشربوا بعد التمرين مباشره، علشان في الحاله دي جسمكم بيبقى شبه الاسفنج وبالتالي بيمتص المشروب او كل الفوائد اللي موجوده في المكونات اللي انا قلتها لكم. فياريت تسمعوا كلامي وتنفسوه بالحرف الواحد، وزي ما قلت لكم المشروب ده هتشربوه ثلاث مرات او اربع مرات في اليوم. وبعد ما قلت لكم على مشروب الانوثه الكبار اللي هيساعد ويساهم بشكل كبير جدا على تكبير وتسمين مرض الانوثه عند كل البنات وكل السيدات، كمان انصحكم ان انتوا تشربوا المشروب ده ثلاث مرات او اربع مرات في اليوم، ومنهم مره بعد التمرين مباشره، لان دي بتعتبر من احسن وافضل واقوى المرات اللي هتساعد على ان جسمكم يمتص الفوائد او المكونات دي كلها بنسبه 100%. طيب في حاجه تانية برضو او في نقطه مهمه جدا في بعض البنات وبعض السيدات بيسالوني السؤال ده، بيقولوا لي يا كابتن طيب احنا دلوقتي ولا نبطرت ان احنا وصلنا للنتيجه او للجسم او للشيب او للشكل اللي احنا عايزينه، هنوقف المشروب ده خالص؟ فانا هقول لكم بطوري انا لا طبعا ما ينفعش توقفوا، لانكم لو وقفتوا المشروب ده هتلاقوا جسمكم رجع زي ما كان او يمكن يعني اسوأ من الاول. ففي حاله انكم باذن الله ان شاء الله وصلتوا النتيجه اللي انتوا عايزينها وعايزين تحافظوا على الحجم او الشيب او التناسق اللي انتوا فيه، انصحكم انكم تشربوا المشروب برضو تفضلوا مستمرين عليه، يعني مثلا مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، مش في اليوم لا، مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع، ويكون مره واحده بس في اليوم عشان خاطر تحافظوا او خاطر يعني تفضلوا في الشكل او في الشيب اللي انتوا وصلتوا له بعد معاناه طويله جدا. حلو قوي. وبرضو في حاجه تانية، وهي ان دايما بعض البنات او بعض السيدات او يعني كلهم بنسبه 90% احيانا بالهم ما بيكونش طويل، صبرهم ما بيكونش طويل، وعلى طول دايما عايزين نتيجه سريعه بشكل سريع، وان هم يوصلوا في خلال 5 ايام 10 ايام. وطبعا يعني الفكر ده او العاده دي غلط جدا. انا هقول لكم ليه دلوقتي، ولا يعني معلش انا على استعداد ان انا اخليكم توصلوا اللي انتوا عايزينه ب 10 ايام مثلا، تمام؟ بس لو فكرتوا بس حتى ان انتوا توقفوا المشروب اول حاجه اللي كنتوا بتعملوها، هتلاقوا جسمكم في خلال يوم ولا يومين نزل على الارض خالص، الفورمه اللي انتوا وصلتوها مش هتلاقوها تماما. فعشان كده دايما بقول لكم وبحاول على قد ما اقدر ان انا ايه يعني اسرع او ابني المعلومات في بالكم، ان انتوا اهم حاجه لازم الصبر والاستمراريه، وان بالكم يكون طويل عشان خاطر لما توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها، ولو بعدها لا سمح الله يعني لا سمح الله معرفتوش توفروا احتياجات المشروب او المكونات تبع المشروب، وحبيتوا انكم يعني تبطلوا فتره قليله او فتره طويله زي ما تحبوا، جسمكم ما يقلش مره واحده، هيقل بس بالتدريج وهيوصل لمستوى معين، وبرده هتبطلوا في نفس الشكل الحلو اللي انتوا وصلتوا له. حلو قوي. وطبعا لو كان عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجه علقوا في كومنت تحت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ولو كنتوا لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي، وانا بجد بشكركم من قلبي، ها من قلبي، على صبركم ودعمكم ليا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا، ما احنا بتاعتون دايما اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلقوا كومنت تحت، وان شاء الله هكتب عليكم بقى بعد، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستغرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برده بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تشوفوا منها. السلام عليكم.